للحديث عن آخر تطورات الوضع في القدس المحتلة معنا من رام الله الكاتب والصحفي الفلسطيني محمد الخيخ. مرحبا بك أستاذ محمد. اقتحامات للأقصى في أول أيام العيد وسط حماية الاحتلال، ما دلالات هذا التصعيد؟ أولا أهلا وسهلا بكم وكل عام والأمة العربية والإسلامية بألف خير. بالفعل دلالات التوقيت، دلالات الساعات، دلالات الآليات كلها تشير إلى العنصرية المبرمجة لتهويد القدس المحتلة في صبيحة يوم عيد الأضحى المبارك وبمقربة من ساعة صلاة عيد الأضحى، وفي نفس الوقت اقتحامات في منطقة وبقعة هي من أقدس بقاع العالم وهي المسجد الأقصى المبارك. هذا يدلل على أن البرنامج الصهيوني مستمر. الاحتلال الصهيوني بدأ الاقتحامات من خلال 500 مستوطن في ساعات تقريبا الثامنة والنصف صباحا، وكان قد تأخر الاقتحام جراء وجود أكثر من 100,000 مصلي فلسطيني، رغم التهديد الإسرائيلي، رغم الوعيد الإسرائيلي، رغم الإجراءات الأمنية المشددة. آلاف الجنود انتشروا في القدس المحتلة وهولوا وخوفوا من أن وجود الفلسطينيين سيؤدي إلى مواجهات، إلا أنه فقط تواجد 500 مستوطن قبالة 100,000 فلسطيني برغم كل التشديدات. هذا يعني أن صاحب الحق الفلسطيني رفض هذا اليوم مشروعا جديدا في محاولة ترهيب الفلسطينيين في إطار السيطرة على القدس المحتلة. أكثر من 100 مصاب في صفوف الفلسطينيين، بينهم 37 جريحا بين متوسطة وطفيفة، إضافة إلى اعتقال أكثر من 15 مواطنا واقتحام الوحدات الخاصة لأجزاء من المسجد الأقصى المبارك. كل هذه الإجراءات بإطلاق قنابل الصوت وقنابل الغاز والتضييق والحواجز العسكرية كلها استمرت في هذا اليوم، صبيحة يوم عيد الأضحى المبارك. يختارون أيام العيد والمناسبات الدينية؟ الاحتلال الإسرائيلي هو الأبشع صورة في العالم، هو الذي من خلال جنوده ومستوطنيه اقتحموا المساجد، مجزرة المسجد الأقصى المبارك، مجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف، كذلك هناك إحراق للمساجد. لم يشهد في العالم إرهاب منظم كما تقوم به قوات الاحتلال في العالم. مسجد بالكامل يحرق، مسجد بالكامل يتم إطلاق النار في داخله. هذا يعني أننا أمام هذه العنصرية ديمومة مستمرة منذ 70 عام، والفلسطيني يتعرض لهذه المجازر. طيب، وهذا كيف تقيم موقف القوى الفلسطينية يعني تجاه هذه الاقتحامات؟ موقف القوى الفلسطينية مفترض أن يكون موقف مقاوم تحرري، لا موقف صليب أحمر أو هلال أحمر دولي. المفترض أن يكون هناك ليست مؤسسات رقابة ومؤسسات حقوق إنسان، الفصائل المقاومة ثورية تقطع يد كل من يعتدي على المقدسات، تقطع يد كل من يعتدي على الحرائر، تقطع يد كل من يعتدي على الأطفال. هذا هو نظر أبجديات الأولى في الكفاح المسلح والمقاومة الفلسطينية. ولذلك نجد أن هناك معادلة خطيرة تمارسها قوات الاحتلال في أنها تحاول تدجين وترويض الشعب الفلسطيني وفصائله، ولكن الشعب الفلسطيني يقول أن هذه أرضه، هذا ثباته. اليوم لم تكن الفصائل الفلسطينية هي الأبرز في إباحات الأقصى، بل كان الشعب الفلسطيني الذي يقول لفصائله من أراد أن يحمل في لائحته الداخلية وفي دستوره شعار تحرير فلسطين فلا يجب أن يكون صليب أحمر أو هيئة هلال أحمر، بل يجب أن يكون مقاوما بكل المنظومة الموجودة. أين يتجه الوضع في القدس الآن؟ القدس في حالة توتر حاليا شديدة، الحالة متوترة للغاية في القدس المحتلة. هناك وجود لأكثر من 1,500 جندي محيطين بالمسجد الأقصى المبارك، وأيضا هناك توترات ووعودات جديدة باقتحامات متتالية. هذا يعني أننا أمام التوتر القائم. نجد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم المستوطنين في إطار توقيت تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا. طيب، ما المطلوب من المنظمات الإسلامية والحقوقية تجاه هذه الانتهاكات التي ترتكب ضد الأقصى؟ في ظل حالة الإرباك الإعلامي الممارس من قبل الإسرائيليين والأمريكان وأذنابهم من العرب والمسلمين من أن هناك حالة ترويض وتطبيع كبيرة في صفوف العرب، يجب على هذه المنظمات وهذه المؤسسات أن تفضح هذه الجريمة. لا يوجد تطبيع على في الشارع العربي، الشارع العربي مع المقاومة، مع الشعب الفلسطيني، مع حقوقه، مع المسجد الأقصى المبارك. ولكن على هذه المؤسسات أن تفضح الشخوص والبعض المؤسسات الفارغة
وليست ذات الجماهيريه التي تحاول ترويج بان العرب تخلوا عن القدس وان المسلمين تخلوا عن المسجد الاقصى المبارك. في ظل هذه الحاله من الارباك الاعلامي الممارس قبل الاحتلال، وجب على هذه المؤسسه ان تقوم بدورها. ايضا وجب على جامعه الدول العربيه ومنظمه المؤتمر الاسلامي ان يكونوا عند حسن ظن الشعب الفلسطيني في الدفاع عن حقوقه، لا ان يكونوا امعه تسير بحسب الاهواء التي تمارسها الانظمه الدكتاتوريه المتسلطه بانقلابات عسكريه في المنطقه العربيه. من رام الله الكاتب الصحفي الفلسطيني أستاذ محمد القيق، شكرا جزيلا لك.